احنا مرتبين مع الشركات العالميه في هذا المجال، هناك عقود توقعت من قبل الشركه. اليوم وقعنا عقد مع شركه تلس فرنسيه بقيمه 60 مليون تقريبا درهم لتجهيز بعض المعدات الامنيه، ووقعنا اتفاقيه شراكه مع شركه بريتا الايطاليه ايضا لنقل التكنولوجيا والتعاون في المجال الامني. احنا حاطين في السكجول ما يقارب 10 اتفاقيات وعقود بين الاي جي جي والشركات المورده لنا. حاليا في المعرض كحجم تعاقد ممكن تتكلم في حدود ال 300 لل 400 مليون. الاي جي جي وضعت درهم، نعم حاطه خطه انها توقع عقود.